مدام سامي كانت تحكي لنا اليوم على مؤتمر طيار، بالنسبة لكم كحزب المؤتمر هذا شنو في التاريخ؟ شنو الإضافة الجديدة خاصة وأن شفنا أنه أسماء جديدة اللي ترشحت لرئاسة المجلس الوطني؟ أي إحنا مجلس وطني مش مؤتمر اليوم، هو مجلس وطني نعقد في دورته العادية، وإحنا في الدورة العادية مرة كل 4 أشهر، وصادف أنه جاء مع نتائج انتخابات، مع إجراء انتخابات وخسارة الانتخابات. ودونك المجلس الوطني هدايا فيها مسائل داخليه تهم الهياكل وتهم اللجان تاعنا، وفيه مسائل تهم الشان الوطني وتهم معناتها هذه امكانيه التحالفات الى اخره. دونك يقع مناقشه في المجلس الوطني، لانه المجلس الوطني هو الهيكل الذي يقرر ويصدر منه قرارات في علاقه بكل تحالفات. بالنسبة لموقفك يعني من البرلمان، وقلت بأنه البرلمان قادم فيه أطراف متطرفة، كان تفسر لنا شنو متطرف؟ فيه بوادر متاع متطرف، تو تكتشفوه انتوا مع الوقت، مش أنا باش نقوله لك، لو كنت تكتشفوه مع الوقت. للأسف معناتها البرلمان تاعنا فيه موزايك، فيه كل شيء، فيه وجوه يعني متأسفة كيفاش موجودة في المجلس، لأنها عليها شبهات فساد كبيرة، فيها وجود عندها عداء، عندها معركة وجود، حزب عنده معركة وجود، أنا ضد هذاك، فما برشا تعرف تكتشفوا في المجلس للأسف، يقولوا بوادر تعرف موجودة في المجلس. وجود النهضة في البرلمان مطمئن يعني، هل تطمئنوا لوجود النهضة في البرلمان؟ والله نطمئن لوجود التيار في البرلمان. تدعم التوجه الثوري والمطالب الثورية؟ أنا نطمئن لوجود التيار في البرلمان. دونك النهضة مش بيها قبلية ثورية، النهضة ما نعرفش شكون يحسب فيها على الثورة، أنا أعتبر النهضة مش على الثورة. الثورة معناتها بالعكس، أنا أعتبر النهضة هي جزء من المنظومة السابقة. علاش؟ بالسبب وسعوا بينهم بعض الذباب، يقولوا وحدة وحدة، ثم بوتون انزل عليها واسمع شوية وبعد مش تعرف تحط لي زعم اليوم. علاش؟ هي شنو هي المنظومة السابقة؟ المنظومة السابقة مش فقط أشخاص استعملت آليات، أشخاص هيمنت على فصل الدولة، أشخاص حتى تدعى القضاء ووظفت القضاء، أشخاص حتى تدعى في الأمن، على الأمن وما عادش أمن جمهوري ولا أمن لخدمة عائلات، لخدمة مصالح، لخدمة حزب. دونك المنظومة السابقة ميليشيات تحضر تسير في وقت المناسب، تشوف خصمة ما تنجمش تقاومه بالاساليب القانونيه، تبعث له ميليشيا للضرب، للتاكسي، لخرق، ضرب الاجتماعات، هذه كل منظومه سابقه. اليوم انا نشوف حركه النهضه لا تختلف عن المنظومه السابقه، حتى ادعاء القضاء من عهد التركه لليوم، حتى ادعاء الامن، حتى ادعاء الاداره، تحب تتمكن من فصل من مفصلها، تمشي بسياسة التمكين، لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ما جاء القانون والمؤسسات، والمنظومة السابقة لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، خاطر إذا ما دولة القانون والمؤسسات ما فماش هذا كل نحكي فيه، لو هذا كل نحكي فيه لو ما فماش، عندها ميليشيات فيسبوكية ثابتة، توا أنا كي نحكي معك توا توا عاد بهم تخرج ميليشيات الفيسبوكية في عوض الضرب كما كان قبل المادي، ثم الضرب آخر إعلاني، تشويه، تكفير، إشاعات، فتنة، التشويه، سامحني، معناتها كل الاساليب المنحطه تستعملها الميليشيات، الميليشيات هذه تخرج تقول لك لا انا راني ما نحكمش فيهم، راهم مش لا سامحني تحكم فيهم، دايوغ يخرجوا في المناسبات اللي النهضه فيها حاجتها بها باش تعمل هجمه على واحد يتخلقوا. احنا مثلا احنا توا نحن وعندنا حاله الشعب توا، احنا الزوز قاعدين نتعرضوا لهجمات من الميليشيات الانتاج تاعها، ما يقلقنيش باش نقول لك، ما خوفونيش وما يزعزعونيش، اما حبيت نقول اللي ما عادش تقولوا لي محسوبه على الثوره، انا لا اعتبر حاله الناس محسوبه على الثوره، هي اصلا تؤمن بالثوره، هي تؤمن بمواصله المنظومه دي في عود كانت عند بن علي والازلام نتاعو، تقول لك انا اولى بها، هيك عندي انا والازلام نتاعي، توا عركه بين بعض مش كلش يفك. والصحيح قلت ربي هي دولة قانون مؤسسات ستؤسس باذن الله عن قريب، خطوه خطوه، واحده واحده. حسب نتائج انتخابات تشريعيه، تشكيل حكومه جديده باش يكون سهل ولا صعيب في مجلس النواب؟
حسب الوزن نتاع الكتل البرلمانيه والاوزان الجديده هو الظاهر في المشهد تويك حالي حسب الـ حسب معنى حجم الكتل والتشتت هذايا وخاصة وضعف النهضه باش ما نقولوش 52 ما همش حاجه كبيره معنا يعني حسب مش حاجه كبيره في بالابور الحزب الدعين هو لون وما حاجه كبيره لو. احنا مثلا كجا عندنا 52 حاجه كبيره اما بالابور الحزب جاي لون واحزاب تجي معاها الثاني والثالث يبداو عندهم اوزان كبيره باش تعمل تحالف هذا واضح مثلا المشهد تاع 2014 كان واضح اكثر فهمت البورتون كان ممكن نيداتوس ما تحالفش معنا مع النهضه تحالف مع الاخرين اما هما حبوا بعضهم خاطر يشبوا لبعضهم دوك شو مع بعضهم يبدو انها صعيبه تويك التحالفات صعيبه تويك التحالفات يبدو قلت اما معناتها انا نتصور انه باش تصير هما باش يقعوا حتى ابخيتو باش يحبوا الحكومه حتى كان تعزوا شو الشروط المفروضه في الوزاره والحكومه القادمه؟ احنا كتيار ديمقراطي شوف هاني قلت انا مش كتعتيقه هي قالت انا راني ما كنتش غلط تحكي في المنظومه السابقه وانا مع الثوره هي تقول انا مع الثوره احنا نعتبروها هي مع المنظومه السابقه فرضا هي صحيحه انت مع الثوره شو معناتها مع الثوره ما تحب دوله قانون مؤسسات لاكوت احنا نصدقوا كيفاش نصدقوا احنا طالبنا في فلسفتنا نتاعنا راهو اللي بلادنا مكبله لو كان ثم دوله قانون دوله مؤسسات راه مش هكا راهو حالتنا مش خير من هكا احنا اللي صاير في القضاء وفي العدل في القضاء والعدل وفي الداخلية والنظام وفي الإصلاح الإداري الإدارة والانضباط الإداري وقطع مع الفساد الإداري والبيروقراطية اللي صار هو السبب اللي خلى بلادنا اليوم في أزمة خانقة راهم هازين البيت في هاوية دونك احنا دخلنا معاهم بمشروع مشروعنا هو إصلاح هذا هو فرض دولة القانون وفرض دولة المؤسسات والإصلاح الإداري قلنا تحبوا ندخلوا معاكم بيان سور كي تحبوا ندخلوا معاكم مش بسيط اما اذا مطلوب منا وتحبوا ندخلوا معاكم فنحن نراو ان وجودنا معاكم لازم ثم ثقه تبنى ما بين بعضنا باش تبنى ثقه ما بين بعضنا نعتبروا انه الضمانه نتاع انه ثم كونفيونس ثم ثقه بعضنا هي العدل الداخليه والاسلحه الاداريه وبرنامج مسطر ومنشور للعموم الناس نتحاسبوا عليه كل ثلاث اشهر للببليك للعموم رئيس حكومة كفاءة وهو معروف له مشهود له بالنزاهة هذوما اللي احنا راهو رواحنا لو دخلنا على الأرضية هذه وعلى الـ وعلى الـ وعلى الشروط هذه نأكدوا أن تونس بتعمل نقلة نوعية دونك هذا احنا شو طلبنا ملخص احنا طلبنا مش نحكموا معاهم مش يحكموا بينا يعني ما نجمش انا ندخل للحكومه هكاك اي كنا ذويت به يا سمح لويس سمح في 8 سنين البلد في هاويه حكمت مع اللي يسوى مع اللي ما يسواش حكمت مع البيه حكمت مع الخايب حكمت مع نظيف حكمت مع الموسخ حاجه ما يهمكش اخر همك تلو شكون نظيف وشكون موسخ عطيك بالك موجود في الحكم احنا ما نفكروش هكا احنا مش اخر همنا موجود في الحكم احنا نحبوا نحكموا فعلا ونحبوا الحكم اداه للنهوض ببلادنا ماهيش غايه في حد ذاتها. دونك هذيك علاش احنا فما في المنهجيه والتصور مختلفين، وهذيك علاش طلبنا شروطنا هذه وقلنا رانا نحن نحبوا بالحق. ماذا بينا كان النهضه بيسك هي جات الاولى، بيسك هي الدستور تاعها هي تشجع الحكومه، احنا نحبوا نكونوا جزء من انقاذ البلاد، نحبوا نساهموا في معناتها النهوض ببلادنا، ارساء دوله القانون، تطبيق القانون على الجميع. لا عندي لا سيفلين ولا سيفلتين الناس كل كيف كيف ولا المواطن البسيط الناس كل كيف كيف امام القانون ونحبوا داخليه بالحق تعمل لصالح الامن الجمهوري وتعمل لصالح البلاد تقارير تخدم وتقول لك فلان راهو مدخل اموال طائله من برا ويشري فيها ويبيض فيها داخليه التقارير ترفع النيابه العموميه ما تقعدش تفدلك مع بعيداها ومخبيته وتعطيه للاحزاب بالساوم به فلان تقرير كيف يقول فلان مهرب فلوس تهريب فلوس عمله اللي احنا عندنا ازمه وهذه سايره برشا لازم داخليه تخدم بال يعني تخدم وتجيب تقارير باش تخدم بها البلاد مش باش تعطيها الحزب هو يساوم بها ويبتز بها ويفك بها والله اعلم هو يمارس فيها دونك هذاك علاش احنا التصور نتاعنا
ان شاء الله كان هما قبلوا بي يا اهلا وسهلا نكونوا شركاء نتحمل معاكم النجاح ولا اللي قدر الفشل اوناسيوم نتحمل معاكم. قلتوا ليه تحبوا شكون يدخل معاكم يعاونكم يعني تحبوا مش واحد يحب يخدم البلاد احنا خاطر نحبوا نخدموا بلادنا اما انتوما ما تحبوا اذا كان تحبونا ندخلوا نخدموا النهضه هذا اخر ما تنجموا تتصوروا احنا مش داخلين باش نخدموا النهضه باش نثبتوها في الحكم مش مشكلتنا احنا لا نثبت ولا مش نثبت احنا لسنا اداه باش النهضه تثبت نفسها في الحكم احنا نكونوا اداه لبلادنا وشرف نخدموا بلادنا وشرف نكونوا اداه لشرف بلادنا هذا هو راهو اللي صار قلناه في العموم متعمدي باش الناس تعرف السقف نتاعنا وتعرف المطلوب من حاله النهضه اللي تحب تعمل ديمقراطيه في معاها ونحب نقول خاطر ثم ناس يقول لك هذايا نوع من التعجيز عليه تعجيز راه نحب نذكر اللي الداخليه والعدل تعتاد كل 8 سنوات راهو فاهم شكون المنظومه ساقه فاهم شكون اللي هارب البر فاهم شكون متهم بالانقلاب معناتها اعطيتوها المستقلين تحت غطاء مستقلين وهما عندهم اجندات سياسيه اعطيتوها لشكون كان معناتها ينتمي للسيستم بيد ما تعطيهاش الحزب متماسك الحزب عنده الامن دوله القانون المؤسسات حزب جيل الثوره حزب رافع الشعار بتاعه مكافحه الفساد وهو اصلا حزب يتفقد جميع ان شاء الله يا ربي والحمد لله اللي الحزب هذا هو حزب المستقبل شو اللي قدر انا هدايا اش نحب نقول نحب نقول راهو التعلة نتاع انكم طلبتوا ياسر عليه طلبنا ماهوش تعلة راهو هذه مردود على اصحاب التعلة نحبوا نعز مردود على اصحاب اما تحبوا معناتها تستغلوا التيار رقم 22 ماهوش حاجة كبيرة 22 ليرة لازم نقولوا في المعارضة ونخدموا بلادنا من المعارضة وكان قاعدة في المعارضة نحب نقول للشعب التونسي راه نحن باش نخدموا بلادنا من الموقع اللي احنا فيه والداخلية والعدل والإصلاح الإداري والوزارات الكل راهو باش نخدموا بلادنا في الوزارات هذوما من موقع المعارضة، المعارضة تساهم في الحكم. تساهم على الأقل في تعجيل البوس. إن شاء الله احنا نكونوا خاطر البوس الإضافية باش تبدا تشطح المرة هذه. إن شاء الله احنا نكونوا أكل حزب ثابت على مبادئه، الناخر على البلاد، الرافع معناتها مهمة على عاتقه أنه يصلح البلاد هذيا بالأمانة عنا، بلادنا على شفا حفرة. بين هزوها في هاوية من عش جميع عدوه فيش يسمي مدام بانتخاب الأستاذ قاسم سعيد رئيس جنوب تونس هل تتوقع أن الفترة القادمة تكون مستقرة أم تتوقع تحرك بعض أطراف لتقدير الحياة السياسية نوعا ما أو الرباء في تونس توقع والله ما نجمش نتنبأ ونتوقع ما نجمش نتنبأ لا نتوقع الثابت أن رئيس الجمهورية وقع انتخابه بنسبة ثم معناتها شعبية كبيرة وحتى على اسمها تحصل عليها دونك ثم رضا تاع الشعب عليه سيدة الجمهورية يخدم على روحه وربي معاه وقلت ربي معناتها لاباس احنا في المجلس في كل ما هو شوف في سيدة الجمهورية ماشي في اسبيتال وعود في اطار خدمة البلاد اللي لقانا كان سند ليه ودعم ليه وكان مش يلقى شكون بيحب معناتها يستغل النفوذ او وجوده في المجلس لضرب او للتشويه احنا للنسبه الى بعد انتهاء مهمه حكومه يوسف الشاهد هل هناك يعني انتقادات معينه موجهه لها محاسبه يعني حكومه موجوده في يوسف الشاهد هذه الوزاره نتاعو حكومه يوسف الشاهد بدون تاعها ثقيل وثقيل جدا حكومه يوسف الشاهد هي اللي كانت معناتها الاسمار اللي دق على الفلسطينيين وهو الميزانيه نتاعو نتاع 2017 وانت ماشي هزنا زاد عمق الكارثه ما جاش بشي ما جاش عاون زاد غلط دونك خياراته قراراته سكوتوا على الفساد وعلى الفاسدين استعملوا للملفات ضرب القضاء استعمل القضاء استعمل الامن حكومة يوسف الشاهد هي حكومة النهضة خاطر الشاهد ما عنده حتى قوة باش يقعد في المجلس لولا كتلة النهضة اللي قالت لي ما تخدش الحكم سامحني انتوما وراء كل حكم الشاهد نفسه يعني دار البلاد لولا انتوما ما كان موجود الشاهد
لهم انتم باركتوا هذا الحكم وانتم سندتوا هذا الحكم انتم وافقتوا عليه دونك بيلون تاعك كبير ان شاء الله ساعه نتفاداو هالكوارث باش تصير البلاد ان شاء الله يا رب ان شاء الله نهبط بلادنا شكرا.